من برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي من مسار تطبيقات كيميائية. التجربة مرة جميلة ومرة استفدت منها، خاصة أني طالع على ثانوي، استفدت معلومات كثير، يعني كان يساعدني أني كيف أختار تخصصي وأتعلم أشياء جديدة. ابتدت رحلتي مع موهبة بالصف الثالث ابتدائي، دخلت الاختبار وحققت درجة عالية، لكن لم يكن لدي خلفية جيدة في تسجيل البرامج. دخلت الاختبار مرة ثانية بثالثة متوسط، فتحت لي فرص كثيرة بالبرامج، دخلت برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي. أطمح بالمستقبل أني أفيد وطني بعلمي وتعليمي، وأني أكون شيء مؤثر في المجتمع. أنصحكم بدخول اختبار مقياس موهبة واكتشاف مواهبكم. موهبة حيث تنتمي.